لو سمحت عندي سؤال، بنتي جوزها متوفي وترك لها بنتين، وفي ميراث عبارة عن 5 قرايب ليهم عم، يتوزع ازاي الميراث لو سمحت؟ زوجها مات، هي ستأخذ الثمن والبنتين التلتين والباقي لعمهم. طيب التلتين ده وحضرتك يبقى من الأصل، يعني من الأصل؟ لا، من الأصل. من الأصل ثمن لابنتك من الأصل، تلتين للبنات من الأصل، الباقي للعم. التلتين للبنتين والباقي للعم، التلتين من الأصل 5. أيوة نعم. يعني هم اجمالا في تقسم التركه ل 24، واخده بالك؟ نعم. قسم التركه ل 24، 19 قسم للبنات وامهن ولامهن، وخمسه اقسام للعم. فكل قراط على هذا الغرار سمايق، 5 للعم و19 للبنات وامهن.